مناسبة هذه الأيام بأن يعني وزارة الداخلية تعد مثلا ملفا آخر بالنسبة للتجنيد الإجباري يعني بالنسبة للشباب والشابات، وفيه كذلك يعني إتمام التخصصات ديال الشباب ديالنا وكذلك إدماجهم في الوظيفة العمومية وفي الخدمة العسكرية، لأن الدفاع عن الوطن يعني الدفاع عن الثغور هو جهاد من الجهاد الذي يحث عليه ديننا الحنيف. والحمد لله نحن مغاربة وشبابنا مسلمون ومسلمات، إن شاء الله يستجيبون لهذا الدعاء لأمير المؤمنين لصالح هذا البلد الأمين الذي نتمنى أن يديم الله عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس حفظ الله وأيده. والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.